تم تجهيز 4 مباني للفحص. المبنى الأول هو مبنى فحص A، سوف يكون في مبنى T4 مبنى الخطوط الجوية الكويتية، والمبنى الثاني هو سوف يكون في المبنى الرئيسي T1 وتم تسميته بمركز فحص B، والمركز الثالث سوف يكون في مركز فحص C في مبنى الجزيرة T5، والمركز الفحص الرابع سوف يكون في مطار الشيخ سعد T3 وسميناه مركز فحص D. كل هذه المراكز الأربعة سوف تكون جاهزة بالتشغيل بالتعاون مع وزارة الصحة لاستقبال كل الرحلات وكل الطائرات القادمة. اليوم نتكلم عن 25 إلى 28 طائرة في اليوم، وهذه المباني سوف يتم يعني ترتيبها بمرونة وتنسيق متكامل، بحيث أن كان هناك يعني إشغال لأحد المراكز سوف يتم توجيه الطائرات للمراكز الغير مشغولة. وكذلك نحب ننوه لركابنا وكذلك المستقبلين ويعني مواطنينا بأن اليوم T4 سوف يستقبل كل الركاب القادمين على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية، وT1 سوف يتم استقبال كل الركاب القادمين على شركة طيران جزيرة.